مشاهدي سبوت شوت، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج وجهه نظر، وضيفي اليوم العميد امين حطيط. اهلا وسهلا فيك عميد. اهلا بكم، السلام عليكم. وعليكم السلام. يعني اليوم استفقنا على رد اولي كما اسماه حزب الله في بيانه على جريمه اغتيال الشيخ صالح العروري، وقال انه استهدف قاعده ميرون للمراقبه الجويه ب 62 صاروخ من انواع متعدده. يعني ما اهميه هذه العمليه اليوم، وما هي الردود اللاحقه المتوقعه للرد على عمليه اغتيال الشيخ العروري؟ العمليه تعتبر خارج اطار الحرب المفتوحه، خارج اطار الحرب المقيده التي تخوضها المقاومه على الجبهه الجنوبيه. فهذه الحرب التي افتتحت ب 8 تشرين الاول الماضي كانت مقيده باربع قيود: قيد المكان، الا تخرج عن عمق 5 كيلومتر الى 6 كيلومتر، وقيد السلاح، وقيد طبيعه الهدف، وقيد المناوره. هذه العمليه خرجت عن قيد المكان وعن قيد طبيعه المناوره وقيد طبيعه الهدف. فبالنسبة للمكان، تبعد هذه المنطقة المستهدفة 9 كيلومتر عن الحدود، أي تجاوزت 4 كيلومتر المنطقة التي تشاغل منذ 3 أشهر. ثانيا، بالنسبة لطبيعة الهدف، كما هو معروف شاغلت المقاومة خلال الأشهر الثلاثة الماضية أهداف من طبيعة عملانية تكتية فقط، ولم تتعرض للأهداف الاستراتيجية. هذه العملية خرجت عن هذا القيد، واستهدف سلاح المقاومة هدفا استراتيجيا، ولهذا الاستهداف مفاعيل هامة جدا جدا على صعيد فعالية واستعمال وممارسة سلاح الطيران الإسرائيلي لما يكلف به من مهام. فهذه النقطة، فهذه المحطة، محطة المراقبة، يوكل إليها أمر مراقبة وتعقب وتوجيه الطيران في كل المنطقة شمال فلسطين المحتلة، شاملا في ذلك لبنان وسوريا والعراق وتركيا والجزء الشمالي الشرقي من البحر المتوسط. وعندما تستهدف هذه القاعدة بهذا الشكل وتؤثر ويتم التأثير على أجهزتها، فإن ذلك يتسبب بشل معين لسلاح الطيران لفترة تستلزمها عملية الترميم. لذلك أعتقد أن هذه العملية تعتبر فعلا عملية استثنائية نوعية لم تشهدها العمليات العسكرية التي قامت بها المقاومة خلال الأشهر 13 الماضية، وكذلك لم تعتد المقاومة حتى خلال حرب تحرير الجنوب ما بين العام 1982 والعام 2000. لم تعتد المقاومة توجيه نيرانها إلى أهداف مماثلة بهذا الشكل. نعم، كمان عم نشوف يعني تكثيف ضربات على منطقة الجليل، وحضرتك كنت أشرت إلى خطورة تطور المعركة إلى قتال على أرض الجليل. يعني ماذا ينتظرنا في حال تفاعل القتال في هذه المنطقة اليوم؟ مسألة القتال على أرض الجليل هو احتمال موضوع على الطاولة، ولكن حتى اللحظة مستبعد. لماذا؟ لأن لكل قتال أهداف. الهدف الذي تبتغيه عملية القتال على أرض الجليل اليوم غير مطلوب تحقيقه، ولم تعد له كل الوسائل. لماذا؟ لأن الأهداف، أن هذه الأهداف التي تبتغيها المواجهة تتحقق بمناورات أخرى، وتتحقق باستراتيجية الضغط المرن التي تمارسها المقاومة. لذلك ليست المقاومة بحاجة إلى جهد إضافي من أجل
الفن للفن، المهم أن الهدف الذي تريد تحققه من خلال العمليات العسكرية التي تقوم بها الآن. اليوم كيف تفسر إبعاد حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد عن الشرق الأوسط؟ يعني هل هو انسحاب تكتيكي مخادع ربما، أم أنه فعلا بدء نهاية التوتر في الشرق الأوسط؟ أنا أعتقد أن الأسباب التي دعت إلى وجود هذه الحاملة انتفت الآن. فهذه الحاملة جاءت من أجل تقديم الدعم لإسرائيل في معركتها الرئيسية ضد قطاع غزة. وهذه المعركة التي حددت لها 3 أهداف رئيسية. ونذكر بها: الهدف الأول تحرير الأسرى، الهدف الثاني تفكيك المقاومة، والهدف الثالث إجراء التغيير الديموغرافي في القطاع بما يناسب الأمن الإسرائيلي. بعد 3 أشهر من العمل الإسرائيلي بالمرحلتين الأولى والثانية، وبرعاية أمريكية مباشرة، وبدعم لوجستي وحضور عملي أمريكي فعال، تبين لكل المعنيين من الأمريكيين والإسرائيليين أن العمليات البرية التي تخوضها إسرائيل مدعومة من أمريكا لن تحقق أهدافها، وأن الأهداف التي حددت غير قابلة للتحقق أو غير قابلة للإنجاز. فانتقلت إسرائيل بتوجيه أمريكي إلى حرب استنزاف ستكون هي المرحلة الوسيطة ما بين الحرب الأساسية التي طويت صفحتها وما بين التفاوض بالحلول السياسية، المرحلة التي ينتظر أن تكون حرب الاستنزاف. هذه ستتشكل فيما يسمى تحت عنوان المرحلة الثالثة. في هذه المرحلة الثالثة سيكون هناك مقومات تنفذ في هذه المرحلة، وهذه المقومات هي: أولا، الانسحاب من المناطق المبنية في قطاع غزة لتخفيف الخسائر. ثانيا، معالجة أهداف منطقات ضمن بنك أهداف خاص تعده إسرائيل داخل القطاع وتشغله لمنع القطاع من استعادة استقراره. والنقطة الثالثة، الدخول في مرحلة اغتيالات للقيادات الفلسطينية داخل فلسطين وخارجها. هذه المقومات في المرحلة الثالثة لا تستوجب دعماً أمريكياً مباشراً، وبالتالي وجود الحاملة في مكانها حيث هي منتشرة ليس ملزماً لأمريكا وليس واجباً، لذلك انسحبت. وبالتالي انسحابها برأينا هو دليل للانتقال من المعركة الرئيسية إلى حرب الاستنزاف. نعم، هذا ما أسميته حضرتك النصيحة الأمريكية من العيار الاستراتيجي الخطير، اللي هي الانتقال إلى المرحلة الثالثة التي لا تكون بها أمريكا منخرطة مباشرة أو بقوة في المعركة. بكل تأكيد، لأن أمريكا عندما تنسحب بهذا الشكل توحي بأنها ليست مسؤولة عن هزيمة إسرائيل ما قبل حرب الاستنزاف، وليست مسؤولة عن جرائم إسرائيل في قطاع غزة. وبالتالي هذا الانسحاب الذي لن يغير كثيرا في الواقع العملاني هو بمثابة نفض اليد الأمريكية من المسؤولية الجرمية ومن المسؤولية الاستراتيجية أو من التبعات الاستراتيجية للحرب الخاسرة. فيما يخص أبرز رسائل السيد نصر الله طبعا في الكلمتين الأخيرتين في الأيام الماضية، قلت أن أخطر ما جاء في الكلمة الأولى هو تهديده بالحرب من دون ضوابط وإشارته إلى غوش دان. ما هي خطورة هذا التهديد اليوم وذكر غوش دان تحديدا؟ أولا، بالنسبة للتهديد بحد ذاته، هو تهديد بالانتقال من الحرب المقيدة بقواعد 4 كما ذكرنا في مطلع الحديث إلى حرب من غير قيود مفتوحة على كل الاحتمالات. وعندما نتحدث عن حرب من غير قيود، نبدأ بالأساس بالقيد المتعلق بطبيعة الأهداف.
في إسرائيل وفقا لما حددت المقاومة هناك ثلاثة فئات من الأهداف، أو الأهداف الإسرائيلية بنظر المقاومة هي ثلاث فئات. الهدف الأول أو بنك أو الفئة الأولى تدرج ضمن بنك الأهداف الاستراتيجي الأكبر، وفيها تقريبا 125 هدف كبير. معالجتها يؤدي إلى تدمير وظيفة الكيان وجعل الحياة فيه معقدة وصعبة. ومن الأمثلة على هذه النماذج من الأهداف محطات الكهرباء، المطارات، مراكز الإنتاج، التجمعات السياسية الكبرى، مراكز المفاعل النووي، هذه الأهداف الاستراتيجية الكبرى. ولذلك لا تشغل هذه الأهداف إلا عند الحاجة القصوى وعندما لا يكون هناك للحرب قيد. والفئة الثانية هي الأهداف العملانية ذات البعد الاستراتيجي، وهنا تدخل المراكز العسكرية الكبرى والمراكز الرسمية ومراكز الإنتاج ومراكز الأمن، التي في طبيعتها لها جانب عملاني ولكن في بعدها لها جانب استراتيجي. الفئة الثالثة هي الفئة العملانية. حاليا أثناء ممارسة الحرب المقيدة لا تشغل المقاومة إلا المراكز العملانية، طبعا الذي تحدثنا عنه باستهداف قاعدة المراقبة الجوية هذا استثناء لأنه رد على استثناء. أما طبيعة الأهداف التي تشغلها المقاومة فهي طبيعة عملانية، نعم. فبالتالي إذا خرجت الحرب عن قيودها فكل بنوك الأهداف الثلاثة تصبح متاحة. نعم، حضرتك ترى أن العملية التي قامت بها المقاومة اليوم هي استثناء رد على استثناء، قد لا تطور المعركة، يعني الرد الفعل الإسرائيلي لن يكون ربما قاسي على هذه العملية ويأخذنا إلى احتمالات توسع الحرب. الحقيقة اختيار الهدف فيه ذكاء، لأن هذا الهدف يمكن أن يكون من طبيعة الهدف ذو الوجهين، من جانب هو هدف استراتيجي ومهم ويؤثر على أداء القوى الجوية الإسرائيلية، ومن جانب هو عملني لأنه ميداني ويقرب من الحدود، يعني القفز من 5 6 كيلومتر إلى 9 كيلومتر قصيري. فبالتالي من المرتقب أن لا يقود هذا الاستهداف إلى رد فعل إسرائيلي يقود إلى حرب شاملة. ولذلك أعتقد أن اختيار هذا الهدف كان اختيارا ذكيا لأنه جمع بين أمرين، من جهة شكل ردا مؤلما وموجعا للعدو، ومن جهة ثانية لم يحرجه إلى درجة الذهاب إلى الحرب الشاملة. نعم، في كلمته أمس، في كلمته الأخيرة، ركز على فرصة التحرير الكامل، وهذا ما رآه البعض ربما أنه فتح الباب للحل الدبلوماسي وتحرير الأراضي اللبنانية كمزارع شبعة يعني المحتلة وتلال كفر شوبة. هل ترى ذلك ممكنا اليوم في ظل التعنت بعدم تنفيذ 1701؟ الذي أشار له سماحة السيد حسن نصر الله البارحة هام جدا، لأن النتائج التي حققتها الحرب المقيدة التي تمارسها وتقودها المقاومة في الجنوب طرحت بشكل واسع مسألة الأمن الإسرائيلي في الشمال، والكل يسمع شروط المستوطنين الإسرائيليين للعودة إلى ديور إلى الديار التي يقطنونها في الشمال، وهو الأمن أو إبعاد خطر حزب الله. في هذه النقطة بالذات تستطيع الدولة اللبنانية أن تستثمر في هذا الأمر وتجري مقايضة ذكية بين تحرير الأرض والسيادة عليها وهي مصلحة لبنانية، وما بين توفير الأمن للمستوطنين الإسرائيليين
للعودة إلى بيوتهم وهي مصلحة إسرائيلية. هذه المقايضة بين المصلحتين ستقود إلى شيء مهم على الصعيد اللبناني، هو تحرير الأرض. والأرض التي ينبغي تحريرها معروفة بالنسبة للبنانيين، فهي تبدأ بالمناطق النقاط 13 على الحدود اللبنانية الفلسطينية، وتمر بمنطقة الغجر، وتنتهي بمزارع شبعة. القرار 1701 ينص على خروج إسرائيل من كامل الأرض اللبنانية. عدم خروج إسرائيل من الأرض اللبنانية هو انتهاك للقرار 1701. فعندما يطالب الآخرون بتطبيق لبنان للقرار 1701، الضغط الذي شكلته المقاومة بالحرب المقيدة يتيح للبنان أن يطالب إسرائيل بتطبيق القرار 1701، وبالتالي تكون الحرب المقيدة هذه فتحت فرصة للبنان لاستكمال تحرير أرضه، ويبقى على المفاوض اللبناني أن يستثمر هذه الفرصة. نعم، وكمان قرأنا اليوم أن المفاوض الأمريكي أمس هوكشتاين عندما كان في تل أبيب ربما عرض أفكار منها معالجة الحدود البرية وتفعيل التسوية الرئاسية وعودة توتال للحفر في بلوكات 8 و9 و10، عم نحكي عن لبنان. هل ممكن أن تتطور المفاوضات لتشمل هذه النقاط الأساسية اليوم في مستقبل لبنان القريب أقله؟ عندما نتحدث عن حل ملف ينبغي أن نقف على كل التعقيدات في هذا الملف. والملف العالق ما بين لبنان والعدو الإسرائيلي يشمل أمور هامة. الأمر الأول يشمل السلوكيات الإسرائيلية حيال الأرض واحتلالها، بدءا من النقطة B1 وصولا إلى جبل الشيخ ومزارع شبع. ثانيا، النقطة الثانية خرق السيادة وحركة الطيران وحركة البحرية والاعتداءات البرية من وقت لآخر. النقطة الثالثة تشمل مسألة النفط، وتبين أن توقف شركة توتال عن التنقيب في البلوك 9 له سبب سياسي وليس سبب تقني. أيضا هذا ملف، وبالتالي هذا الملف الذي يشمل عدة نقاط عندما يطرح للتفاوض ينبغي أن يبحث عن حلول كل المشاكل العالقة. وبالتالي ما تسرب من سعي لهوكشتاين لدى الإسرائيليين قد يكون صحيحا، لأن الحل إما أن يكون شاملا وإما أن لا يكون. نعم، في المقابل دعني أن أقرأ لك ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين. تقول: تقديراتنا بأن حربا قد تبدأ مع حزب الله إذا لم يتم التوصل لاتفاق، ونحن على وشك استنفاد محاولات التوصل إلى هذا الاتفاق. هل باتت المواجهة الكبرى أقرب من الحل الدبلوماسي؟ في المبدأ الحرب دائما خيار إسرائيلي موضوع على الطاولة بكل الظروف، من 48 لليوم دائما ملف الحرب موضوع على طاولة المسؤول الإسرائيلي، لأن بالحرب إسرائيل تثبت وجودها. والذي يمنع إسرائيل عن الذهاب إلى الحرب هو فقط خشيتها من الهزيمة وخشيتها من التداعيات. فعندما تعالج هذه العوارض أو هذه المخاوف تذهب إلى الحرب، هذا بكل بساطة. وعندما يشتد التهديد الإسرائيلي العلني بالحرب، كن على ثقة أن إسرائيل تخشى الحرب فتهدد بها على سبيل الحرب النفسية. الآن أنا لا أرى أن الحرب قريبة. نعم، ولكن في حال وصلت إلى هذه القناعة إسرائيل، إلى أي مدى ممكن أن توصل هذه الحرب؟ يعني كامل الأراضي اللبنانية، أكثر من جبهة، لأنه هلأ كمان رح نحكي عن جبهات أخرى غير لبنان. الحرب إذا دق طبلها أو دق طبولها وذهب الناس إلى الميدان في مثل هذه الظروف القائمة، لا يستطيع أحد
أن يضع حدا لها أو سقفا لها. ولذلك يكون مسار الحرب وبيدانها مفتوح على كل الاحتمالات، وهذا ما معناه سماحة السيد بالحرب بلا ضوابط. الآن الحرب مع ضوابط، لأن غاية الحرب اليوم محددة بالضغط على العدو ليوقف عدوانه في غزة والتخفيف عن قطاع غزة. هذه غاية الحرب الآن. أما نعم إذا اقتدحت إسرائيل حربا شاملة، فهذه الحرب الشاملة ستكون بلا ضوابط في المكان، ستشمل كامل فلسطين المحتلة، في السلاح كل الأسلحة متاحة ومسموحة ومباحة، في الأهداف كل الأهداف من الفئات الثلاثة متاحة ومباحة، في المناورة كل المناورات، بما في ذلك القتال على أرض الجليل يكون مباحا. في الأيام السابقة حضرة العميد شهدنا عدد من الاستهدافات في عدة بلدان، منها مثلا استهداف إيران مباشرة بتفجيرات، والعراق طبعا على مقر الحشد الشعبي، واغتيال القيادي الإيراني راضي موسوي في سوريا، وطبعا الانفجار الذي حصل في قلب الضاحية الجنوبية واستهدف الشيخ صالح العاروري. كيف تفسر هذه العمليات التي حتى استهدفت إيران بالمباشر اليوم؟ الحقيقة هذه العمليات التي تفضلت بذكرها يربطها خيط واحد، أو دوافعها مربوطة بخيط واحد، هو الرغبة الإسرائيلية، إسرائيل عامة وبنتنياهو بشكل خاص، للذهاب إلى حرب يورط فيها الولايات المتحدة الأمريكية ويضع أمريكا في مواجهة إيران والمقاومة. وهذا الأمر يبدو أن أمريكا تدركه، ويدركه الأطراف في مواجهة أمريكا. لذلك أعتقد أنه حتى هذه اللحظة هذه المسألة مستبعدة، ورغم ما يحصل فإن الردود على الاغتيالات التي تحصل ستكون مدروسة بدقة تقود إلى تحقيق أمرين. الأمر الأول، تشكل الألم الذي يوجع إسرائيل، والثاني تجنب الانزلاق إلى حرب شاملة. نعم، ولكن بعملية اللي حصلت في إيران في كرمان تبنتها داعش، يعني لماذا اليوم تتبنى داعش وتعود إلى الواجهة من بوابة هذه التفجيرات؟ داعش هي جيش سري تقوده المخابرات الأمريكية. وعندما نتحدث عن داعش يعني نتحدث عن القرار الأمريكي وأحيانا القرار الإسرائيلي. فداعش يحركها هذا الحلف، وليس هناك شيء اسمه داعش باستقلالية قائمة بذاتها ولها خصوصيتها. أمريكا تدعم داعش، إسرائيل تستثمر بداعش، وبالتالي عندما نتحدث عن داعش نتحدث عن إسرائيل والغرب وأمريكا. أخيرا حضرة العميد، في إيران اليوم سمعنا عن لسان قائد الحرس الثوري حسين سلامي عن الاستعداد لمعركة كاملة في البحر، كان يتكلم عن القوة البحرية الإيرانية، وبالتالي هل سنشهد على تصعيد أكبر بمشاركة إيران في البحر الأحمر انطلاقا مما يفعله الحوثيون في هذه المنطقة؟ أنا أعتقد أن أمريكا إذا انزلقت إلى حرب ضد اليمنيين وكانت المواجهة شاملة، فإن إيران قد تلوح بالتدخل، ولكن حتى اللحظة لا أعتقد أن جماعة أنصار الله الحوثيين بحاجة إلى مساعدة عملانية في مواجهة الخطر الأمريكي. حتى نعم الآن اليمن الوطني القدرات الدفاعية التي تمكنه من الصمود والمواجهة. نعم بناء على كل ما تفضلت به حضرة العميد، يعني هل ترى أن الاتفاق الإيراني الأمريكي اليوم يطبخ على نار حامية، وبالتالي هذا ما سيمنع المواجهة الكبرى؟ أعتقد أن الاتفاق يمر بمراحل دقيقة، لا هي نار حامية تنضجه، ولا هي خمود نار
تعرقله، إنما يسير بشكل متوازن مع الميدان الذي تؤثر فيه إيران وتتأثر به أمريكا. نعم، وبالتالي دقة هذا الأمر قد يفجره بلحظة ما وقد ينجحه ربما. دائما عندما تكون النار مشتعلة فإن الريح تحرك لهيبها وألسنتها في أي اتجاه، وتبقى الاحتمالات قائمة للتصعيد الأكبر أو للاستيعاب المنطقي. فأعتقد أن هذا الأمر ممكن الحديث به انفجارا لموقف أو استيعابا لتهديد. العميد أمين حتيت، شرفنا حضورك معنا اليوم. شكرا لكم. مشاهدينا الكرام، هيك بنكون وصلنا لختام الحلقة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.